بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. الأولاد من زينة الحياة الدنيا، يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإنه لمن المؤسف أن يرى في مجتمعات المسلمين آباء وأمهات ليس لهم مع أولادهم صلة إلا صلة المصروف والتغذية والسكن في بيت واحد. إن من الظواهر يا عباد الله التي لا يمكن أن يغفل عنها ولا أن يتغافل عنها، ظاهرة إهمال كثير من الشباب للصلاة. الصلاة يا عباد الله التي هي عماد الدين، بل هي الفيصل بين الكفر والإسلام. كثير من الناس اليوم لو سألته عن حكم الصلاة لأجابك ببداهة وفطرية وقال لك: إن ترك الصلاة كفر، من كثرة ما سمع هذه العبارة. لكن ما مدى تأثير هذا الحكم علينا؟ ماذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة؟ ما مدى تجاوبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالأولاد ومن يعيشون معنا في البيوت، تجاه هذه الشعيرة العظيمة؟ أي خير يا عباد الله ينتظر من أمة لا يصلي أكثر شبابها؟ وأي سعادة للوالدين بأبناء لا يقيمون للصلاة وزنا؟ الصلاة ليست من حسابهم وليست في برامجهم اليومية. أهؤلاء مصدر سعادة لوالديهم؟ أي يظن مسلم أن أولادا مثل هؤلاء سيكونون سبب سعادة له في يوم من الأيام؟ أم إن الأمر غير ذلك؟ من المسؤول أيها الإخوة عن شباب الأمة؟ من المسؤول؟ لا شك يشترك في هذه المسؤولية عدة أطراف، لكن من أهم هذه الأطراف، بل هو أهمها، الوالدان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الحديث في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. 7 سنين يؤمر. وقال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. الأمر بالضرب في الإسلام ليس أمرا عاديا. ابحث يا أخي المسلم في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم ستجد من الأحاديث التي تؤمر فيها بمد يدك تضرب، ولو كان الضرب لصبي صغير. لن تجد أحاديث في الضرب إلا ما ندر، ومنها حديث الصلاة، ولولا أهميتها ما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم المشفق الرحيم بضرب الطفل الذي لم يبلغ سن الحلم، إلا لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه المشقة المظنونة، وهي فيها مشقة، الضرب فيه شيء من المشقة، ولا شك أن الضرب مفسر، فهو الضرب غير المبرح، الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يجرح، إنما هو ضرب تأديب مع ما فيه من المشقة. هذا والله إن فيه رحمة بالطفل، لأن الطفل إذا بلغ سن التكليف وهو لا يصلي، فإن هذا الجسد سيكون لجهنم أعاذنا الله وإياكم. فأي رحمة يزعمها بعض الرجال وبعض النساء، أي رحمة يزعمونها إذا قالوا إننا لا يمكن أن نمد أيدينا على أولادنا بسبب الصلاة؟ وهل أنتم من أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المخلوقين أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عباد الله، من 7 إلى 10 هذه 3 سنوات، لو داوم الوالدان المسلمان على أمر الأبناء بالصلاة خلال 3 سنوات وتعاهدوهم دون ضرب ودون عنف، لأن هذه 3 سنوات ليس لك حتى أن تضرب، فقط تأمر، مروهم فقط 3 سنوات. أيام الاختبارات الأب والأم صباح مساء: ذاكروا يا أولاد على الطعام وقبل الطعام وبعده، ولو خرج لحظة من بيته قالوا: أين ستذهب؟ والمذاكرة. إذن هناك قدرة على المتابعة وهناك قدرة على الاهتمام، لكنها للدنيا. مع الأسف الشديد كثير من أهل الصلاة وأهل الصلاح لا يحسنون هذه الأشياء. لماذا؟ إن الأمر خطير يا عباد الله، إن إهمال هذا النشأ أمر نذوق الآن مرارته، ولا يدرى في المستقبل كيف سنكون إذا وصل بنا الحال إلى ما يتوقع، نسأل الله العافية. 3 سنوات حث وترغيب ومتابعة، يا ترى كيف سيكون حال هذا الصبي؟ صبي فطرته أصلا فطرة إسلامية، فطرة نقية، فطرة تصعد إلى ربها، كيف سيكون حاله لمدة 3 سنوات وهو يقال له: الصلاة يا بني، الصلاة يا بني، ترغيبا وترهيبا وحثا وتشجيعا. إذا بلغ 10 لو طبقت هذه الأحكام على أبنائنا، كم عدد المتخلفين المتمردين بعد هذه السنوات 3؟ أظن أن الذين لا يصلون سيصيرون نشازا في المجتمع، يعدون على الأصابع. لا بد أيها الإخوة من الصراحة مع أنفسنا وعدم التهرب من المسؤولية والاعتراف بالأخطاء
كم عدد الآباء والأمهات الذين يطبقون هذا الحديث؟ إننا يا عباد الله مهما بدأنا من مشاريع تنموية لتنمية الإسلام في القلوب ولزرع الخير في النفوس، ومهما أعددنا من برامج لانتشال الأمة مما هي فيه، إذا لم تكن الصلاة هي أول خطوة لن تفلح هذه الأمة. إن ترك الصلاة بهذا الشكل وبهذه الطريقة لم يكن معروفا في عهد الأوائل، لم يتصوروا أبدا ولا حتى في أقوالهم الفقهية أن تكون هناك في بعض المجتمعات ردة شبه جماعية عن الصلاة، ما يتصور أيها الأخوة. ولو بحثنا في كتب الفقه لا نجد إلا قليلا من المسائل التي تبنى على وجود مسلم في مجتمع إسلامي لا يصلي. وكم عدد هؤلاء اليوم؟ كم عدد هؤلاء؟ كم عدد المصلين يا عباد الله؟ كم عدد الذين يصلون الفجر في وقتها؟ وكثير منهم يتعمدون إخراج الصلاة عن وقتها، نعم يتعمدون، لا يريد أن يقوم من النوم، لأن الصلاة ليست في المرتبة الأولى من الأهمية بالنسبة له. أي خير يرجى أيها الأخوة من أمة لا تقيم لهذه الصلاة الشعيرة العظيمة وزنا؟ كل الأعمال التي جاء بها الشرع لو تركها الإنسان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إلا الصلاة من تركها فهو كافر. وهذه النصوص الشرعية بين أيدينا عباد الله. إن شرع الله حكيم، ولو تأملت أخي المسلم في هذا الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، لو تأملت في هذا الحديث لوجدت أنه علاج ناجع لمشكلة تهاون الشباب في الصلاة. فما بالك بشاب صغير اعتاد خلال 3 سنوات على الصلاة أمرا وحثا وتشجيعا ومحاكاة لوالده ومرافقة له أحيانا إلى المسجد، ستصير الصلاة جزءا من حياته، سيصير المسجد بيته الثاني. إن بعض المسلمين اليوم يضرب ابنه، نعم، لكن على ماذا؟ على أمور تافهة، أمور دنيوية، وربما كان الابن في بعض الأحيان هو الذي على الحق. فأين الذين يضربون على الصلاة؟ ضرب المشفق، ضرب المحب، ضرب العطوف، الذي يضرب ليؤدب لا ليتشفى، يضرب لا ليرضي غضبه، بل ليبين لهذا الطفل وهذا الغلام أنه يخاف على هذا الجسد من النار. إن من العجب أن نرى بعض الآباء والأمهات يجاهدان أعظم المجاهدة لإيقاظ الأولاد للمدارس، أما الصلاة فهم لا زالوا صغارا عند والديهم، في الشتاء يخافون عليهم من البرد، وفي الصيف يقولون الليل قصير ولم يناموا، وهم يعلمون أنهم يسهرون على محرمات. فيا ترى أين عقل المسلم؟ كيف يخاف على ابنه البرد والحر ولا يخاف عليه من نار جهنم؟ والله تعالى يقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، كما هو واقع كثير من المسلمين مع الأسف، وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. عباد الله إن أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم. أيها الإخوة في الله، لا بد أن نعلم أن في الحرص على إقامة أبنائنا للصلاة فوائد عظيمة جدا، منها براءة الذمة أمام الله والخروج من هذه الدنيا سالمين غير مضيعين للأمانة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر يعني الكبير على ذلك تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد ذلك يا عباد الله احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في تعويد الأبناء على الصلاة، أعظم دعوة وأعظم مجاهدة لك
أن تجاهد مع أبنائك، أن تصلح ذريتك، احتسب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فكيف إذا كان هذا التابع هو ولدك؟ استشعار أن الابن في حفظ الله سبحانه وتعالى. كثيرا منا يخاف على ابنه، يخاف عليه ويتابعه، خوفا عليه من حوادث السيارات، وخوفا عليه من رفقة السوء ومن المخدرات، وهذا كله أمر حسن. لكن أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله. إذا حرصت عليه وقام وصلى معك الفجر فهو في ذمة الله. اترك، حتى لو قبض الله روحه فقد قبض روحه وهو في ذمته. وهل أنت أرحم من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومن الفوائد أيضا إنقاذ الابن من الكفر والنفاق، لأن الصغير بعد أيام أو أسابيع أو أشهر سيبلغ، وإذا بلغ جرى عليه القلم وصار مكلفا مثله مثلك. فإذا تهاوننا، هل تظنون أيها الإخوة أن يوم البلوغ أو أسبوع البلوغ أنه سيتغير الطفل ويقبل منك أن تقول له صلي؟ لا، الصلاة أيها الإخوة ليست فعلا واحدا يسقط بمرة واحدة، الصلاة 5 مرات في اليوم إذا ما اعتاد عليها الإنسان وصارت جزءا من حياته، يقبل عليها بمحبة وشغف، لا يقبل عليها ليزيحها عنه كما يفعل كثيرا من المسلمين. حالهم أرحنا عن أرحنا منها ليس أرحنا بها. كثيرا من المسلمين يجيء للصلاة يشعر أن هما على رأسه يريد إزاحته. ليست هذه هي الصلاة التي تنفع، ليست هي الصلاة التي قال الله عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تقام لا تؤدى، والله تعالى قال: وأقم الصلاة، ولم يقل أدها. فالصلاة أمرها أيها الإخوة أخطر مما نتصور وأخطر مما نصنع في واقعنا العملي. لا بد أن تستشعر أخي المسلم أنك وأنت تمارس هذا الأمر والنهي والمتابعة أنك تنقذ هذا الجسد الذي هو من أحب الناس إليك، أن تنقذه من الكفر عياذا بالله أو من النفاق. ومن صفات المنافقين التثاقل عن الصلاة. وكم يعجز اليوم بعض الآباء، يعجز مع أبنائه، وكل فرض من الفروض إذا أراد أن يخرج له مكث 10 دقائق أو ربع ساعة ليقول لهم: الصلاة الصلاة، وهو مأجور إن شاء الله. لكن ماذا لو كان هذا وهم صغار فلم يبلغوا 20 ونحوها إلا وهم قد صاروا من أهل المساجد؟ ومن الفوائد أيضا نفع الأولاد لآبائهم وأمهاتهم بعد الممات. فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم، وكلنا أيها الإخوة سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كلنا سنموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه 3 ولد صالح يدعو له. الذي لا يصلي هل هو صالح؟ الذي لا يصلي أيها الإخوة هل سيدعو أصلا؟ متى سيدعو؟ الشاب الذي لا يعرف الصلاة متى سيتذكر أباه وأمه الذين ماتوا؟ فضلا عن أن يكون دعاؤه مستجاب أو غير مستجاب. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، كثير من الآباء والأمهات يشتكون من أولادهم عقوقا وتمردا وعدم طاعة ورفع صوت، وهم في شكوى دائمة من أوضاع بعض أبنائهم. وعند التأمل تجد أن هؤلاء الأبناء ليسوا من أهل الصلاة. فمتى ظهرت الشكوى؟ ظهرت الشكوى لما تمرد الابن
أو تمردت البنت على طاعة والديها في أمور دنيوية، فالأب اضطر أن يأتي بسائق لأن أبنائه لا يخدمونه، والأم كذلك احتاجت إلى الناس لأن بناتها لا يخدمونها. عند ذلك غضبوا. أما أن ينظر في سبب هذا التمرد فهو أمر ليس بذي بال عند كثيرين، ولو تأمل هؤلاء لوجدوا أيها الإخوة أن سبب هذا التمرد هو عدم الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا الشاب وهذه البنت إذا لم يكن هناك رابط بينهم وبين رب العزة سبحانه وتعالى يخافون منه قبل أي أحد، لن يقوموا بحق والديهم. إن الرقيب الذاتي هو أعظم ما يضبط لنا الأمور. حتى الفوضوية التي تعيشها كثير من مجتمعات المسلمين علاجها الدين، علاجها الارتباط بالله سبحانه وتعالى. بل لا أبالغ إن الهمجية التي يعيشها كثير من المجتمعات العربية خاصة، وابن خلدون رحمه الله ذكر عبارة صحيحة، قال إن العرب الأصل فيهم أنهم همج ولا يصلحهم إلا الدين. وهذه العبارة مع ما فيها من القسوة لكنها صحيحة، ذكرها ابن خلدون وقد صدق. يقول العرب همجيتهم لا يصلحها إلا الدين، بدليل أن كثيرا ممن يزعمون الديمقراطية اليوم من العرب هم أبعد ما يكونون عن هذه الديمقراطية، مع أن الديمقراطية لا تمت إلى الإسلام بصلة، فالإسلام خير من الديمقراطية، وهو يحقق من المكاسب والإصلاحات ما يظن أصحاب الديمقراطيات أن الديمقراطية تشتمل عليه. ومع ذلك الديمقراطية بالنسبة إلى الأنظمة الأخرى هي أرحم من غيرها، لكن مع ذلك كثير من العرب الذين يدعون الديمقراطية لم يستطيعوا تطبيقها لأنهم همج لا يصلحهم إلا الدين. ولا تستغربوا أيها الإخوة من العبارة وشدتها، فإن الله تعالى يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الغرب أيضا فيهم همجية، ومن أعظم همجيات الغرب مثلا على سبيل المثال التي لا ينتبه إليها بعض الناس ما فعلوا في اليابان مثلا من ضرب القنبلة الذرية، هذه القنبلة الذرية التي لا زال أهل اليابان يذوقون مرارتها تشويها في خلقهم وفسادا في أجوائهم. أليست همجية أن تجعل أمور هذه البلايا النووية والذرية بيد شخص يضغط على الزر؟ هذه أعظم همجية. لكن على كل حال نحن لا نريد أن ندخل في هذه القضية الآن، الذي نريد بيانه أن هذه الفوضى التي يعيشها كثير من المسلمين لا يضبطها يا عباد الله إلا الدين، لا يضبطها إلا الرقيب الذاتي، لا يضبطها إلا الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أمر الأولاد، الشكوى منهم وأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، ماذا قدمت لهم؟ ماذا ترجو من ابنك وأنت لم تقدم له شيئا؟ هل ربيته على الإسلام؟ هل علمته من قدوته؟ هل كنت أنت قدوة له؟ ولذلك أيها الإخوة أقول ما أسهل الكلام ولكن ما أصعب التطبيق. أزمتنا اليوم أزمة تطبيق أكثر منها أزمة معرفة، ولذا فلا بد من التنبيه على أمور تتعلق بحث الأبناء على الصلاة حتى نخرج بفائدة. لا نريد كلاما نظريا، لا نريد هز رؤوس، نريد أن نعمل، نريد أن نخرج ونحن عازمون على التغيير. أولا لا بد أن يكون الوالدان قدوة صالحة للأبناء في هذا الباب خاصة في الصلاة، وإلا فإن الحث سيكون عبثا بالنسبة للأطفال. ثانيا لا بد أن نغرس في نفوس الأبناء وهم صغار حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصلاة منذ أن يبدأ في التمييز والتفكير. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبعض السلف أنهم كانوا يقولون كنا نعلمهم الصلاة منذ أن يميزوا بين اليمين والشمال. إذا بدأ الطفل يميز يمينه عن شماله فعلمه الصلاة، علمه محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرهم
أن الصلاة أهم شيء في الدنيا، بعد التوحيد أهم شيء الصلاة. قل لهم إنها أهم من الدراسة، وأهم من العمل، وأهم من الوظيفة، وأهم من الهوايات التافهة التي يغرق فيها كثير من الشباب. قل لهم إن الصلاة أهم شيء يتعلق به الشاب. علمهم أن تركها كفر، علمها أن الذي لا يصلي يحشر يوم القيامة مع هامان وفرعون. علمهم هذه الأشياء، خوفهم بها. ثالثا، لا بد من الصبر والمصابرة. ألم تسمع قول ربك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، واصطبر عليها. وفعل اصطبر أكثر تأثيرا من فعل واصبر، واصطبر عليها. لا بد أيها الإخوة من سياسة النفس الطويل، لا بد من سياسة النفس الطويل والصبر. وربما ستجد صدودا وتجد إعراضا، فلا تيأس واستمر واستعن بالله سبحانه وتعالى. رابعا، لا بد من اتخاذ الأسباب المعينة، وهي كثيرة جدا لا أستطيع حصرها، لكن من أهمها الصحبة. الصحبة يا عباد الله، بعض الآباء فيهم خير كثير، وهم من أهل الصلاح والتقوى، وربما جاهدوا أن يجعلوا بيوتهم خالية من كثير من الملهيات التي تصد عن الصلاة، ولكن أبنائهم يتفلتون من بين أيديهم. السبب في الغالب انشغال الآباء. والأمر الثاني، هناك حواجز نفسية في الغالب بين الأب وابنه، منها على سبيل المثال الفارق الكبير في السن، منها أحياناً الاحترام الشديد. بعض الأبناء احترامه الشديد لأبيه وهيبة الأب بالنسبة له تكون حاجزاً نفسياً. بعض الآباء لم يدرسوا بعض الوسائل المعينة على فهم نفسيات الشباب الصغار، وكيف يتلطف معهم، وكيف يدخل معهم في بعض المواضيع، فهو لا يحسن هذه الأشياء ويكتفي بالاحترام العام. هذا لا يكفي، لا بد من وجود أشخاص يدخلون إلى نفسية هذا الشاب. بعض الآباء وفقهم الله يظنون أن صلاحهم هم يكفي لأن يصلح أولادهم. لا، كيف سيصلحون وأنت لا تجلس معه إلا على الأكل، ويأكل باستحياء أمامك، وأمامك لن ترى منه ولن تسمع منه إلا كل خير. لكن ماذا إذا خلا؟ أكثر وقته هو خال، إما مع نفسه وإلا في المدرسة، وماذا سيسمع في المدرسة؟ حتى لو حاولت أن تضبط ابنك ضبطا جيدا في البيت لن تستطيع في المدرسة. المدرسة فيها فصول وفيها طلاب، يأتي هذا من هنا وهذا من هنا، هذا من بيت فلان وهذا من بيت فلان، لا تستطيع ضبط المسألة. الحل أيها الإخوة، لا بد من زج هؤلاء الأولاد في الأوساط التربوية الشبابية كالمراكز الصيفية التي يقيمها أهل الخير والصلاح. هؤلاء المحتسبون، هؤلاء الدعاة إلى الله، أساتذة لكنهم دعاة، وأحسن من كثير من الذين يسمون دعاة. نعم، المدرسون الذين يحتسبون الأجر، يحرمون أنفسهم في الصيف من السفر ونحوه، كلهم من أجل أبنائنا. هل يأخذون أموالا على هذا؟ لا والله، بل يدفعون من أموالهم من أجل ابني وابنك يا أخي. فلماذا لا أدفع ابني دفعا إلى هؤلاء؟ حلق التحفيظ، المكتبات في المساجد، الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، هذه التي بإذن الله تحفظ الأبناء. لأن الشاب يخرج أشياء كثيرة أمام أصدقائه وأساتذته لا يستطيع إخراجها أمام أبيه وأمه. يذهب معهم سفر إلى مكة وإلى غيرها، يتعلم الرجولة ويتعلم الأخلاق ويكتسب الفضائل. هذا هو الحل. واترك عنك وسواس الشيطان. بعض الآباء عنده وسوسة ويسمع كلام المرجفين، ويسمع كلام كثير من وسائل الإعلام التي تحارب الفضيلة، وربما ألصقوا ببعض الصالحين تهما هم أهلها، فهم أهل الإرهاب والتطرف. فيخاف بعض الذين أصيبوا بالوسوسة، وخوفه هذا لن يزيده ولن يزيد ابنه إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف بنفسه. مجتمع أيها الإخوة فيه تيارات جارفة من الفساد الخلقي وغير الخلقي والفكري. أكتفي بأنني أصلي فقط أمام ابني وأقول له فقط صلي، هذا لا يكفي، لا بد أن آخذ بيده
إلى كل مجتمع يسوقه إلى الجنة سوقا بإذن الله سبحانه وتعالى. خامسا، يحسن بنا أن نستخدم الحوافز المشجعة على الصلاة مادية ومعنوية. النواحي المادية كالمال والجوائز، والمعنوية كالمدح والثناء والذكر الحسن أمام بعض الأقارب. حقق له بعض الرغبات المباحة، قد يطلب منك شيئا مباحا حققه له، لكن اربط هذا التحقيق بالاستقامة على الصلاة. مع الأسف أكثر الناس اليوم يربطون تحقيق مطالب أبنائهم بالنجاح أو بالمعدل. سبحان الله، بعض الأبناء يبذل جهدا لكنه ما يستطيع أن يأتي بمعدل معين، ومع ذلك يغضب عليه ولا تحقق مطالبه. لا، قل له إذا انضبطت على الصلاة بما فيها الفجر فأبشر بكل خير. هذا من أعظم الحوافز. سادسا، أكثروا أيها المسلمون، أكثروا من الدعاء لأبنائكم، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد لولده. هذا شأن الأبناء، وهذا همهم إلى أن يموت والإنسان يهتم بهم. ولكن الذي يسلك طريق الأنبياء والصالحين في تربية الأبناء فإنه سيرتاح في حياته وبعد مماته. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأخيرا، لا بد أيها الإخوة من التعاون بيننا جميعا في هذا الباب. يستشير المسلم من يثق به إن كان عنده مشكلة مع أبنائه، ويتعاون الأب مع الأم، ويعقدان جلسات مشاورة وعلاج لهذه الظاهرة. يتصل الأب العاقل بالمدرسين الذين يعرف فيهم الصلاح ممن يدرسون أبنائه، يزور المدرسة، يتصل بكل أحد له طريق إلى قلب ابنه. إذن أيها الإخوة، هذه الظاهرة، أعني إهمال الصلاة، لا بد لنا جميعا أن نتعاون لحلها أو على الأقل لتخفيفها. وعلينا جميعا أن نتذكر يوم العرض على الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأتى الله بعمل صالح، وأتى الله بأداء للأمانة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.